السلام عليكم. حنا اليوم جينا درنا هذه الوقفه على قبل الوليدات، نتكرفصوا لينا بالطريق. عاتي المدرسه بعيده بزاف والاكراهات ديال المناخ، عاتي الحراره والشمس شتا علينا كلشي. هنا وليداتنا تكرفصوا، ما بقاوش باغيين يجيو للمدرسه. الدراري ولاو كيجيو كما كيديروا لا لي دوفوار لا والو، عا كيجيو كينعسوا. الدري ملي كيضرب نص ساعه ديال الطريق وكيمشي كيقرا نهار كامل وكيجي، الدري عا كيجي كينعس. الدراري ما غايقراوش، حنا كون قالنا هذه المدرسه ما غاتحلش راه غنديروا لوليداتنا سنه بيضاء، ما نقريهمش هذا العام. وليداتنا راه تكرفصوا، ماشي حنا اللي كنتشكاو، وليداتنا اللي كيتشكاو. وليداتنا تكرفصوا بزاف في الطريق، راه كيتشكاو بزاف من الطريق. قال لك لا ما بقيناش نمشيو للمدرسه، واش حنا بغينا؟ حنا ما بغيناش نهضر للمدرسي، واش حنا كلشي هادشي على قبل وليداتنا؟ حنا ماشي جينا وهضرنا، راه ضرينا بزاف عبش هضرنا. المؤسسه دابا حنا ولادنا كيقراو في ملحقه هي المكي الناصري، كاينه في البلوك 20، وحنا المؤسسه ديالنا هي ابن مسكاوي، هي هادي. حنا بغينا المقر ديال المؤسسه ديالنا هي اللي تحل، حنا ما بقيناش باغيين نقراو في ملحقات، حنا بغينا نقراو في المدرسه اللي قريبه لينا. حتى ولادنا عندهم الحق في التعلم، الدراري خاصهم ظروف جيده باش يقراو، الدراري ما يقدروش يقراو بحال هكا. البعد ديال المسافه راه بزاف علينا وعليهم، والشكاره كتطابق فيها. الدراري ما كيلحقوش بكري، والشكاره كيلحقوا معطلين. الدراري كيمشيو كينعسوا، ما كيقراوش وخايفين، كاين الكريساج، كاين التحرش في الطريق. حنا راه معرضين حتى المشكله ديال الامن، كاينه الظلمه. والدراري كيخرجوا لنا مع المغرب، واش حنا مني امهات المغرب كيودن والدراري غيخرجوا كنجيبوهم الظلام؟ ما يمكنش هادشي، هادشي صعيب بزاف. حنا كنطالبوا مؤسسه ابن مسكاوي تحل، بغينا المسؤولين يشوفوا فينا ما كرهناش، بغينا المؤسسه تحل، حنا بغينا المؤسسه ديالنا تحل. راه صافي بقى لها شي اصلاحات يكملوها ويوجدوها لينا، راه صبرنا، عطاونا اجل ديال شهرين، شهرين سالات، عاودوا قالوا لنا اجل العام اللي فات طلعنا حتى العماله هضرنا، قال لك صافي العام الجاي غتحل. هيا هاد العام جينا بغينا نبداو المدرسه، قراونا قراو لنا ولادنا على اساس انها ابن مسكاوي، ولكن ولادنا راه كيقراو في المكي الناصيري. هاي ابن مستوي، هاي باقي ورش. مشينا اخر مره مشينا للعماله، استقبلونا هضروا معانا، قال لك غنشوفوا في هذا الشيء. جا من وراها السيد العامل، جاو المعلميه من وراها، ما كاين لا معلم لا والو. حنا ديما كنجيو نديروا المواكبه لهاد المؤسسه، ديما كنجيو نطلوا نشوفوا واش كاين فيها المعلميه، ولينا كنديروا خدمه ماشي ديالنا. صافي حنا هادشي بزاف علينا، بغينا المؤسسه تحل، ما كنطالبوا بحتى حاجه، كنطالبوا على المؤسسه ولا كان الامن، حيت حنا معارضين المشكل ديال الامن ما كاينش. اليوم كنحضروا لهذه الوقفه احتجاجيه، وانا كنحضر بصفه شي اب لجوج ديال التلاميذ وليدات صغيورين اللي كنعانيو من مشكل ديال توقف الاشغال في هذه المؤسسه التعليميه مدرسه ابن مسكاوي. لهذه مده ديال 3 سنوات وهذه المؤسسه كتبنى، لا يعقل مؤسسه ورش لمده 3 سنوات وما كملتش اشغال فيه، وشكون الضحيه؟ الضحيه هما هاد الوليدات الصغيورين اللي كيعانيو يوميا من معاناه التنقل المسافه ديال 3 كيلومترات اللي كيضربوا مسافه بعيده لواحد المدرسه اخرى كيقراو فيها مؤقتا. حنا درنا شكايات عديده في هذا الموضوع هذا للسيد العامل ولشركه ادماج السكن، والسيد العامل مشكور جا دار واحد الزيارة ميدانية لهنايا عندنا المدرسة، وجا دار واحد الزيارة تفقدية، وعطى التعليمات ديالو لشركة إدماج السكن باش يقوموا بالأشغال ويوتروا من 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 من, من هاد الأشغال هادو، ولكن ما استمعوش دوك التعليمات ديال السيد العامل. السيد العامل دار اللي عليه، جا دار الزيارة الميدانية، ولكن هاد الشركة ديال إدماج عندها مشكل مع الشركة اللي مكلفة بالورش. الشركه اللي مكلفه بالورش كتقول لك حنا ما توصلناش بالمستحقات الماديه ديالنا من عند ادماج السكن. حنا كساكنه مشروع الرياض ما يمكنش لنا نتحملوا هاد الصعوبات وهاد المشاكل هادو، لان الضحيه هما وليداتنا.